أولا شكرا جزيلا لكم ولقدومكم وتعني متاعب السفر خاصة في هذه الأجواء الحارة. حقيقة بعشيقة منطقة متميزة وفريدة، فمتميزة في تنوعها السكاني الديني من ناحية الأديان والقوميات والأعراق، وكذلك العلاقات بين هذه المكونات وهذه الأديان. فبعشيقة هذا التنوع وهؤلاء الناس والأديان وأتباع هذه الأديان والقوميات والأعراق متعايشين منذ مئات السنين وبشكل متميز وفريد. فمن ناحية الاجتماعية الكل يشارك في كل المناسبات التي تخص أي مكون أو أي دين أو أي قومية، ترى جميع المكونات موجودة ولا تميز ولا تعرف بأن هذه المناسبة لهذا المكون. ففي مثلا في مناسبات أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة المسيحية ترى المسلم والمسيحي واليزيدي، ويمكن حتى عدد الحضور لباقي المكونات يفوق وجود المكون المسيحي في الكنيسة، وكذلك بالنسبة للمسلمين واليزيديين، وهذا شيء نادر وفريد في كل مناطق العراق. أنا كانت بقت هذه الحالة المتميزة من التعايش واستمرت، وكانت هذا التعايش كان من الناحية الاجتماعية وحتى من الناحية الاقتصادية. فكان أنا ذكرت الناحية الاجتماعية وكيف المشاركة في المناسبات وحتى المناسبات الشخصية والخاصة، يعني فرح لأحد أبناء المكون لمكون معين ترى كل الناس تشاركوا في هذا الفرح، وفي مجالس العزاء الكل موجودة وتساهم بعضها. وكذلك من ناحية التجارية ترى كان هناك شراكة لكل مكونات هذه المنطقة في المشاريع الصناعية والزراعية، وبشكل لا يمكن التفرقة بين هذا وذاك. بقت وثيرة هذا التعايش إلى اجتياح داعش لهذه المناطق وارتكابه أبشع الجرائم بحق أبناء هذه المنطقة وبالأخص أبناء الأقليات الدينية، حيث قام بنهب كل ممتلكاتهم وتفجير دورهم السكنية وكذلك مزاراتهم التي هي بمثابة هوية لهذه، وخاصة نحن كأبناء المكون اليزيدي هذه المزارات هي بمثابة هوية ورمز إلنا، حيث قام تنظيم داعش الإجرامي بتفجير جميع المزارات الموجودة في مركز بعشيقة وقصبة بحزاد. أنا أحب أذكر لجنابك بأنه نحن بعد عودتنا أيضا تصرفنا بشكل فريد يختلف عن باقي المناطق. بعد عودة الناس وتحرير وهزيمة داعش حدثت مشاكل كثيرة وانتقامات في كثير من الأماكن، ولكن بعشيقة أيضا كانت متميزة وفريدة في التعامل مع هذه الأزمة. فنحن كأبناء المكون اليزيدي عند تحرير منطقتنا وبعد التحرير مباشرة بدأت مبادرات لإعادة لتحويل الجهد السلبي وتحويل الحقد وشعور الانتقام داخل الناس إلى محاولة إعادة البناء وإعمار هذه المنطقة. وكانت هناك مبادرات شبابية من شباب وشابات وسميت مبادرة بصمة أمل، قامت بجهود ذاتية بسيطة بأعمال مجتمعية تتناسب وإمكانياتها. وكذلك قام الوجهاء والمثقفين ورجال الدين بتشكيل مجلس اجتماعي يزيدي أخذ على عاتقه دور إعادة هذه المزارات وإعادة بنائها، وكانت بناء هذه المزارات قبل حتى بناء الدور بمثابة رسالة إلى أبناء المكون اليزيدي للعودة والعيش بسلام في مناطقهم في منطقتهم. كل الممارسات الاجتماعية والثقافية ومنها الطقوس الدينية عامل مساعد في تقوية العلاقات وتقوية أواصر التعايش السلمي مع باقي المكونات، وهذه تجري في بعشيقة بشكل كل سلس وطبيعي. فنتمنى من الدولة والمنظمات الدولية أن تدعم
تجربة بعشيقة في هذه المجال، ولكن أنا أحب أن أذكر نقطة صغيرة بأنه ما جرى من بعشيقة وما تم في بعشيقة وما تم إنجازه يعني رجع عليهم بشكل سلبي، وخاصة على المواطنين في بعشيقة، فحيث الدولة استبعدت بعشيقة من كثير من مشاريعها بأنه هي منطقة فيها تعايش ولا تحتاج إلى دعم، وكذلك بعض المنظمات استبعدت هذه الناحية من ضمن مشاريعها لكون فيها تعايش وبها خدمات جيدة نوعا ما، وهذه الخدمات قام بها الناس وقام بها الأهالي. فنتمنى من الدولة أن بدل من أن تستبعد تقوم بدعم وتبني هذه التجربة وتعميمها في باقي المناطق. أنا ذكرت لجنابك أول شيء قمنا به هو تحويل الشعور الذي حصل والغبن الذي والضرر الكبير الذي وقع عليهم، تحويله إلى أن يقوموا ببناء منطقتهم وببناء مزاراتهم وبناء دورهم وإعادة إعمار منطقتهم، لكي تكون رسالة للذين حاولوا محو هويتهم وتهجيرهم. فنحن أثبتنا لهم بأننا راجعون وسنقوم بإعادة منطقتنا وإعادة تأهيل مزاراتنا وبناء علاقات طيبة مع الناس الطيبين الذين نتعايش معهم في هذه المنطقة. أستاذي العزيز اللي يعرف بعشيقة ويعرف تاريخها وخاصة أهالي المنطقة يعرفون بأن بعشيقة تمتاز بمناسبات اسمها الطوافات، هذه مناسبات دينية، ومنذ القدم كان يشارك الجميع وجميع المكونات والأطياف في هذه المناسبات. فعند عودتنا مباشرة قمنا بالاحتفال بهذه المناسبات، وشاركنا جميع الإخوان من كل الأديان والقوميات والطوائف أقوى من السابق.